اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ازيكم يا شباب، اخباركم ايه؟ اهلا بيكم في الموسم الثاني من حكايه تشانج. وطبعا زي ما قلت لكم فانتم لازم تشوفوا الموسم الاول كامل علشان تفهموا احداث القسم ديت. انا مش مسؤول عشان ما يجيش حد يقول لي انا مش فاكر ولا فاهم انت بتقول ايه، اوكي؟ وبرضه عشان تفتكر اسماء الشخصيات وانت ماشي معانا في الاحداث. وبس بدون ما اطول عليكم، خلونا نوصل المقطع ديت لاكثر عدد ممكن من اللايكات. ده اول مقطع في سلسله الموسم الثاني، فعايزين اكتر عدد لايكات ممكن تحطوه على الفيديو ده عشان حرفيا نتحمس ونكمل لكم الحكايه كلها. وبس خلونا نكمل باقي الحكاية. تمام يا شباب، ركزوا معايا كده. وقفنا في الموسم اللي فات لما تشانج خلص على مجموعة من الخالدين، والنظام قال له انه بيتم حسب النقاط بتاعته اللي هياخدها من ورا الكلام ده كله. وفي الاخير تم الحسب فعلا، ولقى تشانج ان في مجموعة من الاشعارات بتطلع له، كل اشعار مكتوب فيه انه حصل على 20,000 نقطة من قتل الخالدين. بنكمل احداثنا الجديدة بقى، فبيبص تشانج كده على المجموعة وبيتصدم علشان بيكون معاه 240,000 نقطة. فبيفرح تشانج انه هيقدر يوسع المجال، ولسه هيوسع المجال بكل النقاط بتاعته، لكن بيفتكر انه ممكن حدث النظام الاول. فبيسال النظام وبنلاقي اشعار ظهر له مكتوب فيه انه يقدر يعلي النظام ب 5000 نقطه علشان يترقى النظام للاصدار 4، ولكن ديت بشرط لازم ترقي المنطقه الخفيه علشان تغطي جبل فيكسيان، وديت بالكامل في شهر علشان تاخد لقب سيد جبل فيكسيان. فبيبدا تشانج يصيح وبيقول يعني الطريقه الوحيده علشان احدث النظام هي اني ابقى سيد جبل فيكسيان. طيب ليه في وقت محدد؟ ده انا لو وسعت المجال بكل النقاط اخري اغطي طوله الجبل بس. هو النظام ده بيعوم النقاط هو كمان ولا ايه؟ انا مش فاهم حاجه. فبيجي له اشعار مكتوب فيه اذا قمت بالحصول على لقب سيد جبل فيكسيان ستحصل على فرصه لفتح العالم السري، وفي العالم السري المهارات والاسلحه الاسطوريه الخاصه ستظهر. فبيفرح تشانجو بنلاقيه بيقول لو كده فانا مش هيجيني نوم، بص وسع لي 100 متر من المجال ب 190,000 نقطه. ففعلا بيوسع المجال وبتبقى مساحته 2023 متر، مش السنه اللي احنا فيها دي يا جماعه، هو فعلا المجال كده مساحته. والنقاط المتبقيه بتبقى 50,050 نقطه. فبيقعد تشانج بعدها وبيكون نوعا ما متضايق علشان هو صرف رقم كبير من غير ما يحسب حتى هيجمع زيه تاني ازاي. بس المهم بنلاقيه بيقول لنفسه انا مش عارف ايه اللي حصل هناك، بس اكيد الاداه اللي اديتها لهم كانت مفيده. وبنروح لطائفه التسع سيوف وبنشوف با وتوبا واللي بيكونوا هناك، وبنشوف الطائفه كلها على الارض غرقانين في دمهم، وبتقف قدام جثه ابوها وبتكون مصدومه. بس فجاه بنسمع صوت ابوها من وراها، فبتبص وبتشوف ابوها واغلب الطائفه في امان. فبتستغرب وبتقول له هو مش انتوا اتقتلتوا على ايد الخالدين؟ هو ايه اللي بيحصل هنا؟ فبيقول لها ابوها لا، كل ديت مجرد وهم عملناه بتعويذ اداها لنا معلمك. وبنلاقي جدها على ايد ابوها وبيقول ديت قصه طويله لكن انا نجونا من الخالدين وكل ديت بفضل معلمك. وبنلاقي ابوها بيقول لها لما كنت هموت خلاص معلمك انقذني. وبنرجع بالزمن شويه لما كانوا عند تشانج في المعبد، وبنلاقيه بيقول لتشانج عايز حاجه تاني. فبيقول له تشانج انا بفكر في الطريقه علشان اسيبك تموت. فبيستغرب وبيقول له ايه هو انت متضايق علشان احنا اخذنا القياده بدالك؟ فبيقول له تشانج لا، الخالدين ممكن يجوا لكم الاول، ونسبه تدمير الطائفه كبيره جدا، هم يقدروا يجوا عليا مباشره بس هيكون في حوادث، فاحنا لازم نسبقهم بخطوه. الاول هتنقل الطائفه كلها ليا وانا هحميك، فانت دلوقتي تخلى عن الطائفه علشان تدي الاولويه انك تنقذ الكل. وبيقوم مديله تقنيه الوهم الخالد وبيقول له بص انا قدرت اعمل التعويذه ديت علشان تقدر تعمل وهم علشان يربك الخالدين. انا بيتهيالي انك لازم تختار الاختيار الاول علشان الاختيار الثاني خطير جدا، حتى انا ما اقدرش اضمن نجاحه، وزي ما انت عارف انا مش عايزكم تعملوا فوضى. فبيقول ابو باو اتخلى عن الطائفه علشان ننقذ نفسنا؟ لا انا ما اقدرش اعمل كده، ما ينفعش نعيش من غير مأوى، انت هتعرف الحقيقه كده كده، احنا في مشكله مع طائفه عظام الشبح، بس انا ما توقعتش ان طائفه الخالدين ينزلوا، احنا ما قدمناش مكان نهرب له من الاول. فبيقول له تشانج خلي معاك التعويذه دي، باو تلمستي وانا لازم احميكم، ولو كل حاجه خلصت بخير ابقى عرفني واضرب صاروخ في الهواء. فبنرجع للواقع وبنلاقيه بيقول المعلم كان مستعد ان يواجه الخالدين بنفسه من الاول، ولكنه ادانا الكنز ديت علشان ينقذ حياتنا، وديت في عالم القوي بياكل الضعيف، وكويس اننا عرفنا شخص طيب زي المعلم. وبصراحه انا شاكك شويه ان كل ديت من خطته علشان هو ازاي قدر يخطط لكل حاجه بالملي، بس بعد اللي حصل العالم الاعلى والعالم الادنى مش هيكونوا زي الاول. فبتاخد بالها باو من شكل جدها وبتسال ايه اللي حصل. فبيقول لها ابوها جدي كان خايف من الخالدين وديت علشان ممكن يكتشفوا الموضوع، فساب شويه طاقه علشان يتعامل معاهم، بس هو ما توقعش وفجاه بيسكت وبيقول انا نسيت ابلغ المعلم لازم ابلغه بسرعه، وبيقوم ضارب الشملوخ بتاعه وبيعمل شكل تشانج. فبيشوف تشانج وبيطمن ان كل حاجه تمام، وبيقوم راجع للنظام وبنلاقيه بيقول لنفسه دلوقتي انا اكتشفت 3 وظائف لمهارات المسار الحقيقي لطريق الخلود، اقدر اخفي تاثير الجسد الابدي واقدر اخفي المظهر الخارجي، اما الوظيفه الثالثه فهو بيشوفها ولكن احنا مش بنعرف هي ايه، بس بنعرف ان هو بيقول لنا انها هتكون مناسبه جدا علشان يتعامل بيها مع الخالدين. وبعدها بيقول بس وظائف النظام ما تقدرش تجيب لي نقاط، كنت بحسبها زي مهارات جميع الاشياء الحيه. وبيقول طيب خلينا نجرب، بس انا برضه عايز اعرف هل الوظائف دي هتشتغل
هشتغل وانا بره المجال بتاعي، وهل هتنفع النخدع بيها الخالدين ولا كل الكلام ده هلس في هلس. وبيروح مجرب وعامل شكل معبد في الهواء، وبالفعل بينجح وبيصدر قدامه، فبيفرح وبيبسط جدا لان تخمينه كان صح. وبنلاقيه بعدها بيقول لنفسه انا كنت صح، اقدر استعملها على ادوات واخرجها من المجال. دلوقتي جه دور اني اجرب مهارات تانية. وبننتقل للعالم الاعلى وبالتحديد في مدينة وانزو، وبيكون في احتفال، وبنشوف هناك واحد اسمه وو، وبيكون باين عليه انه مش مبسوط خالص. فبيجي له واحد اسمه مينجو بيقول له انت ليه واقف هنا لوحدك، هو في حاجة؟ فبيقول له وو من مدة اتسرق سيف الخالد، انا بعت 12 خالد علشان ياخدوه، ولكن للأسف اتقتلوا كلهم، وديت على ايد قاتل الخالدين من العالم الادنى. فبيقول له مينجو هو في موهبين في العالم الادنى؟ فبيقول له وو ديت ما يسويش حاجة قدامي، بس الحشرة ديت موجود في العالم الادنى ومحمي بقانون قارة كيوشو. فبيقول له مينجي يعني هو مجرد ضعيف؟ ما تقلقش انا هقتله بدالك، وبالصدفة انا عندي قاتل شياطين وقوته مش مختومة بقانون قارة كيوشو، فهيكون التعامل معه سهل بالنسبة له. سيب لي انا الموضوع ده، وفي خلال 3 ايام هجيب لك راس الشخص ديت وسيفك معايا. فبيتبسط هو وبيقول له يبقى هشكرك على كده، انا ما شفتكش من زمان، يلا نحتفل بقى النهاردة. ايه ده، الجنية يو وصلت؟ وبنشوف ان الجنية يو وصلت فعلا، وبنلاقيها بتقول انا هنا علشان استلف الشجرة الخالدة. وبعد 3 ايام بنشوف الشجرة الخالدة كبرت في المكان اللي حطها تشانج فيه، وبتكون باو جوه بتعمل مساج لتشانج. المهم برا بنشوف يي، ويو كانت جايه بتوصلها، فبتشكرها يي وبتقول لها انها تقدر تمشي دلوقتي، بس يي بتكون متضايقه علشان خايفه تتعاقب وانها فشلت في مهمتها وخلت كمان تشانج يتعب نفسه. فبنلاقي يو حابه انها تتعاقب، وبنلاقيها بتقول لي يي مش مهم امشي دلوقتي، انا هستنى معاكي شويه. وبتشكرها يو بتقول لها لو ما كنتش اعرفك من زمان كنت قلت اني غيرت رايك علشان معلمي جامد. المهم بيقربوا من المكان اللي تشانج فيه وبيسمعوا صوت غريب، فبيطلعوا فوق علشان يشوفوا فيه ايه، بس بيكون ده بسبب المساج مش اكتر، هم فهموا غلط يعني. المهم بنلاقي يي بتقعد على الارض وبتعتذر علشان مهمتها فشلت وبتطلب العقاب. فبنلاقي يو جت قدامها وبتقول المشكله ديت بسبب طائفتنا، فيا ريت تعاقبني انا بدلها. فبيقول لهم تشانج عقاب ايه، هو انتوا شايفيني جاحد؟ انا مش هعاقب حد. فبتصدم يو. المهم بيقوم مدي تشانج لي اكسير وبيقول لها ما ينفعش الومك على اللي حصل، انت عملت اللي عليك، خد الاكسير ده وبكره انا هعمل لك شوربه صغيره بمناسبه رجوعك. فبتصدم يي علشان الاكسير ده هو حبه الخالد المحترقه، وبتشكره. وبعدها بنشوف تشانج هو فاتح النظام وبنلاقيه بيقول انا صرفت 190 الف نقطه وسبت 50 الف بس. ثواني، طب ما انا اقدر اعمل نسخه واخرج بره علشان الاقي طريقه اجمع بيها نقاط، بس المره دي هتبقى مختلفه، النسخه الخالده بتساوي 30 الف، وكده هقدر اني اروح لاي مكان في العالم. وبيقوم عامل نسخه، فبتظهر له فعلا النسخه وبتبقى مع تشانج 20 الف نقطه بس. وبعد ما بيدخل تشانج وعيه جوه النسخه دي بيكون مبسوط جدا من قوتها، وبيكون حاسس انه يقدر يكسر الجبال اللي مش راضيه تتجمع دي. بس فجاه بيفتكر ان النسخه ديت عندها طاقه بس، وبنلاقيه بيقول لنفسه مش سهل افهم طاقه يوان، فيا ترى ازاي اقدر اني اتعلم تقنيه مميزه؟ وغير كده هل يا ترى اللي بتتعلمه النسخ ممكن تاثر عليا انا واتعلم برضك اللي هي اتعلمته؟ هو في تمارين متخزنه في مكتب النظام، وبيقوم فاتح النظام بسرعه، وبنلاقيه بيقول يلا نتعلم تقنيه او اتنين، حتى بعد ما تموت النسخه انا اقدر اجمع النقاط بالجسم الاصلي، بس انا ما عنديش مهارات او تقنيات الخالدين. وبيقوم فاتح صفحه المسار الحقيقي لطريق الخالدين، وبيلاقي الميزات التاليه. اول واحده وهي صنع واهم، واللي بتقدر من خلالها انك تخفي المصدر والهاله. فبيفرح تشانجو بيقول يعني اقدر استخدم التقنيات اللي انا شفتها في حياتي السابقه قبل كده، النسخه اتعملت من النظام فلازم اكون قادر على اني استخدم ميزه النظام، لازم اجرب مهارات الصباع الواحد. واول ما بيجربها بيلاقي الحيطه اتكسرت، فبيتصدم كل الموجودين وبيفرح تشانجو جدا، وبنلاقيه بيقول لنفسه دلوقتي في المسار الحقيقي لطريق الخلود، فانا اقدر اني اعلم باو شويه تقنيات، وتقنياتي من خارج العالم ده واللي انا بس اعرفهم، واول لما يجي الوقت المناسب هستخدمهم علشان اعمل اغراء للي هيجي يدخل النطاق بتاعي. وبيقوم ينادي الباو وبيقول لها انا لسه جاي على بالي اني اعلمك شويه تقنيات، ايه رايك اعلمك مهارات ال10000 كف او مخالب العظم التسع؟ فبتقول له باو خلصانه علمهم لي كلهم. فبيقول لها تشانج ما ينفعش تتعلمي مهارات كتير مره واحده، فالاول انا هعلمك تقنيه سيف، وخلي بالك علشان التقنيه دي اسمها سيوف الدوجو التسعة، الاساس الاول للتقنيه هو التوقع والسرعه، وبيتم تدريب السياف لتوقع ومعرفه نقاط ضعف وحركات وتقنيات الخصم بسرعه، والاساس الثاني للتقنيه هي المرونه والكيف، وفي كمان تاثير مرئي لتاثير المسار الحقيقي لطريق الخلود. وبيقول في نفسه هي كده ممكن تتعلم تقنيه السيوف بتاعه الدوجو التسعة قريب قوي، وبيقول انه لازم برضه يتعلم اكتر، ما ينفعش يتقارن بتلمسته في يوم من الايام. وبنرجع للعالم العلوي وبنشوف يو واللي راحت لوحده بتقول له انا سمعت ان في شجره خالده عند الملك يان قريب هيجي ميعاد طلوع الفاكهه، فهبدل معاك بخمس احجار خالده واللي جودتهم احسن وديت في مقابل واحده منهم، فايه رايك؟ فبنلاقي السم بيقول لها انت فهمتي غلط، انا ما عنديش شجره خالده، بس انا اعرف هي فين، هي موجوده في العالم الأدنى.
الأدنى، وهناك هتلاقي اللي بتدور عليه. وصح معلومة كمان، القديس الخالد ديت رخم شوية، أنا بعت 2 بنات فاتنتين علشان يدوروا على حد معين، والشخص ديت هو نفس صاحب الشجرة، فبتشكره يو بنلاقيها بتقول دي وقت الجد، لازم أروح للعالم الأدنى في أسرع وقت ممكن علشان أخد الفاكهة الخالدة. وبعد كده بتيجي رسالة من النظام وبيكون مكتوب فيها باو تقدمت للمستوى السابع من النواة الذهبية، وسوف يتم مكافأة مضيف 100 نقطة. وفجأة بنلاقي الجو اتغير وبيظهر رعد من السماء، وديت معناه ان في خالدين جايين، فبيفرح تشانج جدا، بس بتطلع باو علشان تصد الضربة، وبنعرف انها بقت اخيرا في المستوى الاول من الروح الوليدة. وبنلاقي رسالة جت من النظام لتشانج وبيكون مكتوب فيها تلميذة المضيف باو اصبحت في المرحلة الوليدة، مبروك للمضيف الحصول على 10000 نقطة. فبيستغرب تشانج من الهبل ده، بس بنلاقي رسالة تانية جت ومكتوب فيها علاقة باو والمضيف معلم وتلميذ. بعد تحديث النظام للاصدار الثالث، المضيف سوف يتلقى 100 ضعف النقاط عند ارتفاع مستوى التلميذ، وبعد التحديث للاصدار الرابع فانت تتلقى 10 اضعاف عند ارتفاع المستوى في نفس المرحله، و150 عند ارتفاع المستوى الاساسي. فبيكونش تشانج فاهم قوي، بس الكلام شكله بيدل على ان معناه كويس. فبيفرح تشانج علشان هو ما كانش عارف هيجيب نقاط الشهر ده منين، علشان هو كده بالشرط يقتل ناس، هو ممكن يختار تلاميذ وياخد نقاط كتيره في وقت قصير. وبنلاقيه بيقول لنفسه انا ممكن اخد يو، بس قبل ما بيكمل الكلام بنلاقي اشعار ظهر وبيكون مكتوب فيه الاصدار الثالث من النظام يغطي جميع النطاق، وده عليه هو او على التلميذ، بس لازم يبقوا هما الاثنين داخل النطاق علشان تحصل على النقاط. فبيتعصب تشانج جدا، بس بنلاقي باو جات وقالت له انا بقيت في مرحله روح الوليده. فبيفرح لها تشانج مع انه عارف، وفي نفس اللحظه ديت بتكون يي متضايقه او غيرانه علشان كان نفسها تبقى هي التلميذه الاولى. بس فجاه بنلاقي طاقه غريبه بتتحرك في المكان وبتدخل في دماغ تشانج، فبيستغربوا كل الموجودين. بس بنلاقي تشانج بيقول ساره جبتي لي شويه اخبار عن طائفه التعمير، انا هروح اعمل زياره ليونتو بنفسي. فبتقول له يي تحب اجي معاك؟ فبيقول لها تشانج لا انا هروح بنسختي، انت خليكي في المعبد وخلي بالك من جسم الاصلي. وبنروح لمدخل العالم السفلي وبنشوف هناك شيطان بياكل في مقاتلين المدينه، وبنلاقيه بيقول اخيرا تصبيره محترمه، مقاتلين البشر بيتدربوا علشان يملوا بطني زي المعتاد، المره اللي جايه هقتل تشانج ده واللي بيقولوا عليه قاتل الخالدين اللي سرق سيف الخالد، وبعدها هرجع للعالم العلوي ووقتها هبقى خالد. انا كنت مستني اللحظه ديت من الاف السنين. منطقه الالف جبل في الاتجاه ده تقريبا، وبيتحرك علشان يروح يجيب السيف. بعدها بنشوف البنات مصدومين، وديت لانهم عرفوا ان اللي كان قاعد معاهم الكام يوم دولت عباره عن نسخه، وما بيكونوش عارفين قوته الحقيقيه ايه. المهم بنروح بعد كده لجزيره الشبح وبنشوف هناك نسخه تشانج، واللي بنلاقيه بيقول انها كانت سريعه وما وقفتش، فاكيد هي دلوقتي على بعد كيلومترات من جبل فيكسيان. وغير كده مش الثقل بس، ده كمان الكفاءه بنفس سمات الكامله، الفرق بس اني ما اقدرش استخدم اي مهاره من مهارات النظام بعد ما اسيب المجال بتاعي. بس مفيش مشكله، دلوقتي لازم الاقي حد علشان اساله عن الطريق. وفجاه جنبه بنلاقي بنت من فصيله شياطين القطط واللي خبطت في شجره جنبه، وبنعرف ان اسمها زو. المهم بنلاقي جه من وراها كام واحد من عشيرتها وبيقول لها يا ريت تبطلي اللي بتعمليه ده، انت نبيله ما ينفعش تعملي كده. فبتصح فيهم زو علشان هم عايزين يجوزوها لكاهن عجوز اقرع، وبتدخل علشان تضربهم، وفعلا بتدخل وبتضرب كام حارس وبتوقعهم، وبيكون تصنيفهم في ذروه الطبقات في العالم ده. فبنلاقي تشانج بيقول لنفسه هم كتير وشكلها لو خسرت هيجوزها الاقرع ده، احمدي ربنا اني شفتك علشان اخلصك من المشكله دي. وبنبص وبنلاقي واحد من العشيره قدر انه يضرب زو، بس فجاه بنلاقي شعاع جه وبيضربهم كلهم. وبنلاقي بعدها تشانج بيقول سيبوا البنت في حالها، فبيقول له واحد من العشيره يا ريت يا بشر انت تخليك في حالك. وبنلاقي واحد تاني من العشيره بيقول للشخص ده خلي بالك شكله من نفس مستوى ثقلنا، فتعال ننزل له جوله. فبيكون تشانج سامعهم وبيستخدم تقنيه بتعذبهم كلهم، وبنلاقيه بيقول لنفسه مع ان الراهبات في العوالم الدنيا ممكن يكونوا مش قادرين على تخمين حالتي الحقيقيه، بس الموضوع كان مفاجئ انهم فكروا ان قوتي قد قوتهم. يا ترى ده بسبب تقنيه الوهم، ولا الناس اللي من عالم الدانيه ما يقدروش يكتشفوا مستوى الاعلى منهم؟ وبعدها على طول بنلاقي زو جت جنب تشانج وبتقول له تسلم ايدك انك ساعدتني، انت طلعت قوي جدا، انت خلصت عليهم كلهم بصباع واحد بس، يا ريت تخليني افضل جنبك. فبيتصدم تشانج وبنلاقيه بيقول لنفسه ده البنات في المنهو عندهم المنطق زيرو خالص، انا لو كنت في حياتي القديمه كان زماني مش لاقي كلب لحد دلوقتي. المهم بنلاقي الاشخاص اللي من طائفه شياطين القطط بيقولوا لتشانج دي مساله تخصنا، يا ريت ما تعملش مشاكل. فبيقول لهم تشانج كفايه هبل، يلا امشوا بدل ما اغير رايي. فبيطلعوا يجروا، بنلاقيهم بيقولوا انهم هيبقوا يرجعوا تاني. وبنلاقي بعدها زو بتبص عليه وبتقول لنفسها كويس اني كنت جنب الانسان ده، الاسياد اللي بعتهم ابويا مش هيقدروا يعملوا لي حاجه، وطول ما انا جنب البشر ديت فهكون في امان. وطبعا تشانج بيكون سامع كل اللي بتقوله لنفسها، اصله من الكوكب بتاعنا وانت عارف ان الخصوصيه عندنا يا دوبك يعني. فبنلاقي زو بتقول لتشانج انت انقذتني، فمن النهارده انا هفضل جنبك لحد ما ابقى شبح. فبيزقها تشانج وبيقول لها لا تسلمي انا ما بحبش اربي قطط،
فبنلاقيها بتقول له من فضلك خدني معاك. فبنلاقي تشانجي بيقول لنفسه لما راجل العجوز جابني للمعبد قدر انه يشق الفراغ وديت بشكل مباشر، مش عارف فعلا حاجات زي كده هقدر اعملها بسهوله ولا ايه. والاكتر من ده هو اني ما اتعلمتش الطريقه بتاعه تمزيق الفضاء لسه اصلا، ولو عايز اتنقل من جزيره الشبح لمكان زو فاكيد لازم اركب مركب طاير. فبيقوم قايل لزو خلاص هاخدك معايا، وبيقوم ماسكها من رقبتها وبيتحرك بيها، وبعدها بيقول لها هقول لك كل حاجه واحنا ماشيين. وبيجي راهب للمكان اللي كانوا فيه بعد ما هم بيمشوا، وبيلاقي قطعه دينا بتاعه زو، وبنلاقيه بيقول اخيرا لقيتك، وبيكون وشه مليان بالشر. وبنروح لمدينه الشبح وبنعرف ان زو هي اللي دلته على الطريق، وبنعرف انهم بالتحديد في سوق، وبيكون حواليهم مهارات ووحوش وارواح بتتباع. فبيحس تشانج بحنين للسوق الشعب الجميل بتاع الوكاله، وبنلاقيه بعدها بيقول لنفسه اتوقع اني احتاج نقاط كتيره جدا علشان اغطي المنطقه دي. وفجاه من قدامه بنلاقي واحد بينزل، فبيستغرب تشانج، بس بنلاقي زو بتقول لتشانج يا غبي نسيت اقول لك حاجه مهمه، تقدر تقلل مستوى صقلك شويه، الناس اللي عندهم مستوى صقل عالي هيأثروا على الهواء المحيط بيهم، وديت هيكون ضار للي عندهم صقل اضعف. فهو تقريبا مات بسبب الضغط اللي حصل له من قوتك. وبنعرف ان تشانج وصل لمستوى عالم الجوهر الذهبي، وبنلاقيه بيقول لنفسه انا دخلت في معارك كتيره في المعبد الخالد، وكان اغلبهم مع اشخاص في مستوى الجوهر الذهبي او الروح الوليده، ده انا حتى نسيت ان في ناس في طبقه التدريب اللي تشي او البناء الاساسي بره في العالم ده. وفي نفس اللحظه ديت بنلاقي الشخص اللي فكرناه مات بيجري علشان يلحق نفسه. المهم بعدها بتسال زو تشانج عايز تروح فين، وديت علشان توري له الطريق يعني. فبيقول لها تشانج تعالي نتمشى في وسط المدينه، فبنلاقيها بتقول له تمام مفيش مشكله انا عشت هنا اكتر من 100 سنه واعرف كل الاماكن اللي فيها. فبنلاقي تشانج بيقول لنفسه البنت ديت شكلها تعرف المدينه فعلا كويس، لحتى اللي كانوا بيجروا وراها كانوا بينادوا عليها اسم السيده الشابه، شكلها عندها خلفيه قويه، ممكن تقدر تجيب لي مركب طير ولا حاجه علشان اروح لوجهتي. وبيقوم قايل لها صح انا ما سالتكيش لحد دلوقتي هما ليه كانوا جايين وراكي. فبنلاقي زو بتقول له علشان ابويا عايز اني اتجوز راهب، علشان هو مفكر ان ديت جوازه مناسبه وانا ما كنتش عايزه كده، فهربت بصراحه وعلشان كده استخبيت في مدينه الشبح سنين كتير. وبنسمع هي بتقول لنفسها، وبنعرف انها بتحاول تستعطف تشانج علشان يحميها وتضحك عليه. فبنلاقي تشانج بيقول لنفسه اه ده انت طلعتي خنزيره بصحيح، طب انا اسيبك ولا احرقك ولا اعمل ايه فيكي طيب. فبيقوم قايل لها طب انت مش خايفه لخطيبك يجي ورانا؟ فبنلاقي زو بتقول له لا مش هيلاقينا، ده مجرد راهب اقرع ما ينفعش اصلا يسيب المعبد بتاعه، هو حاول يقرب مني اكتر من مره قبل كده بس انا كنت برفضه، وبلاش بقى نتكلم عنه. وفجاه بنلاقي رعد بنفسجي بيظهر قدامهم، وبنشوف فريق كده كلهم قرع، وبيظهر خطيب زو واللي بنعرف ان اسمه شيان، وبنلاقيه بيقول ازيك يا زو بقالي كتير ما شفتكيش. فبتستغرب زو انه ازاي عرف مكانها، وبنلاقيها بتقول لنفسها مش اللي معاه دول يبقوا محاربين ال 18؟ ابويا قال لي ان المحاربين دول يقدروا يعملوا هجوم مشابه للهجوم اللي من العوالم الاعلى لما بيتدربوا على القتال او حتى في وش الاعداء. هو اه الشخص ديت قوي بس شيان شخص عنيد، انا لازم اني اخلي الشخص ديت يهرب من هنا بسرعه لا اما هيتاذى. وبنلاقي شيان بيقول لزو يا زو احنا هنتجوز قريب وبصفتي خطيبك فانا اطلب منك طلب ترجعي علشان نتجوز. وصح ابوكي مستني في المعبد مش عايزه تشوفيه. فبتتضايق زو، بنلاقيها بتقول انا هرجع معاك بس بشرط ما تاذيش حد لا ابويا ولا اصحابي. فبيقول لها شيان تمام تعالي. فبتروح لزو، بنلاقيها بتقول لنفسها لما نبقى في التلال الخضراء هحرق شويه خشب، وبما اني قدرت اهرب مره فانا هقدر اهرب تاني. وفجاه بيظهر لتشانج اشعار وبيكون مكتوب فيه تم اكتشاف ابن سومير المتجسد، وبيظهر تفاصيل وبنعرف منها ان الشخص ده متجسد في الجسم ده وعنده ذكريات من جسم تاني، وانه نفسه يرفع مستواه ويخترق لمستوى عالم ملوك الخلود، وان خطته انه يتجوز زو علشان ياخد التشي الخاص بيها ويقدر يحقق ده. فبيوقف تشانج زو، بنلاقيه بيقول لشيان معلش بس هي بتاعتي دلوقتي ومش هديها لك. فبيتعصب شيان وبيقول له انت مفيش ليك فرصه قدامي يلا امشي من هنا. فبنلاقي زو بتقول لتشانج شيان والمحاربين ال 18 كلهم ذروة طبقة الروح الوليدة مع بعض هيكونوا اقوياء جدا، انت مش هتعرف تقف قدامهم. فبيقول لها تشانج وفيها ايه يعني انا شايفهم مجرد صغصير قدامي. فبنلاقي شيان بيقول له تمام بما انك عايز تموت قوي كده فانا هحقق لك امنيتك دي. وبنلاقي المحاربين ال 18 بيعقبوا تقريبا وبيعملوا حركات وبيهجموا على تشانج. فبيتحرك تشانج عادي وبنلاقي ال 18 محارب دولت ماتوا وخد على كل واحد فيهم 200 نقطة، وبيقوم قايل بعدها كده خلصنا ولا لسه. فبتنبهر زو ان تشانج قدر انه يخلص عليهم كلهم، بس بنلاقي شيان بيقول يعني انت كنت خافي قوتك عننا؟ وبيقوم قايل لنفسه لازم اهدي نفسي شويه، مهما كانت قوته فهو مجرد بشري وضيع، انا معايا اداه اول لما هستخدمها محدش هيقف في طريقي حتى لو كان من الخالد
الخالدين، وبيقوم مطلع الأداة دي وبيرميها على تشانج، وبنلاقيه بعدها بيقول لنفسه الوعاء ديت هو أداة خالدة من العالم الأعلى وتقدر بسبب صوتها إنها تقيد قوته، أكيد مش هيقدر يستحمل. وبنلاقي تشانج مسكها وبيقول لشيان الطبلة ديت شكلها جامد قوي، وبنلاقي طلع وحش غريب ورا شيان فبيخاف شيان ليموت وبيهجم على تشانج، بس بنلاقي تشانج بيقول له هتعملي فيها بوزي ولا إيه؟ أنا هوريك هعمل فيك إيه دلوقتي. وبيقوم مستخدم تقنية بتخرج تنانين نارية، وبنلاقي الناس بيبصوا هما مستغربين القوة اللي هتدمر المدينة دي، وبنلاقي تنين منهم هجم على شيان وحرقه وبياخد عليه 20,000 نقطة. فبيبص تشانج على النظام وبيلاقي ان مكتوب انه يقدر يوسع المجال حتى لو هو مش فيه يعني، فبيبسط انه اكتشف طريقة تخليه يزود النقاط وديت بدون ما يكون جوه المجال بتاعه او يستنى حد يجيله المجال علشان يقتله. وبعدها بيقول لزو انا خلصت لك مشكلتك صح، دلوقتي عايزك تعملي لي خدمة. فبنلاقيها بتقول له اكيد قول لي عايز ايه. فبيقول لها تشانج انا عايز اروح لتشو وعايزك تساعديني اطلع على المركب الطاير ده. وبيقوم قايل لنفسه مع الاخبار اللي جابتها لساره فالموضوع ملوش علاقه بطائفه التعمير، بس الراجل العجوز كان مطارد من 3 عوائل خالده. وبنرجع للمعبد الخالد وبنلاقي ان الشيطان وصل لهناك وقوته بتخلي الخوف يعم المكان وحتى بتخوف فيه ويو وباو. وبنشوف طائفه ال9 سيوف وبيكونوا حسوا باللي بيحصل ده فبيقرروا انهم يروحوا علشان يساعدوا تشانج زي ما ساعدهم، وحتى كمان طائفه الثعلب. وبنشوف سو وهي مستغربه ان جه حد اقوى من ال12 خالد اللي جم المره اللي فاتت، وبتقوم متحركه هي واقوى ما في طائفتها علشان يساعدوا تشانج. وطبعا يا جماعه لحد دلوقتي جسم تشانج الاصلي هناك، وهناك بنشوف الشيطان بيقول هنا بقى اتقتل ال12 خالد، يلا اخرج يا تشانج واجهني. فبنلاقي باو بتقول له انت مين. فبيقول لها الشيطان بقى حشره صغيره بتتكلم معايا موتي. وبتخرج طاقه غريبه منه وبتنتشر في المكان، فبتمسك ياو السيف الخالد وبتقول له مفيش ليك مكان هنا، اوعى تجيب اسم المعلم على لسانك تاني، امشي من هنا دلوقتي. فبيصدم الشيطان لما بيلاقي ان معاها السيف الخالد، وبنلاقيه بيقول لو استخدم تشانج السيف ده فكان هيدخلني في قتال صعب، بس بما انه معاكي فده هيكون اسهل بكتير. وبنلاقي بعدها باو بتطير وما بتكونش قادره انها تتحكم في جسمها وبتروح للشيطان، بس بنلاقيها بتشتمه وبتقول له مش هديك السيف برضه. فبتعصب الشيطان وبيقول لها انت عايزه تموتي ولا ايه؟ بس بنلاقي هجومين بقوتين مختلفتين وبيكونوا دولت هم يووي، وبتهجم يو على الشيطان وبتاخد يي باو بعيد عن الشيطان ده. وبعدها بيستخدم الشيطان تقنيه وبيوقع يو على الارض، ولسه يستخدم تقنيه تانية بس بيلاقي ان هجوم تاني جه عليه، وبنعرف انه من سو زعيم طائفه الثعلب الاحمر. فبتستغرب يي انها جت لهنا، فبتقول لها سو خدوا الجرحه لجوه. وبيظهر كمان ابو باو وبنلاقيه بيسالها تشانج فين، فبتقول له انه خرج بنسخته بره وجسمه جوه نايم. فبيحس ابوها انهم في مصيبه عشان هو سمع ان كل مكان عدى منه الشيطان ده قتل كل الناس اللي فيه وكلهم. فبتقول سو لي انها تدور على طريقه تصحي بيها تشانج علشان هم مش هيقدروا انهم يغلبوا الشيطان ده، وهم هيحاولوا انهم يوفروا وقت لحد ما ديت يحصل. وبتقوم سو متحركه والكل بيروح وراها، فبيتعصب الشيطان وبنلاقيه بيقول شايف يا مينج كل المجزره اللي انا هعملها دي؟ هعملها علشان وعلشان ارجع السيف الخالد. وبنلاقي بسبب تقنيته الكل بيقع وبيتصاب. فبنلاقي سو بتقول لنفسها زمان قوه الخالدين في العالم الادنى تم كبحها وديت بواسطه القوانين، فحتى لو مهما كنت انت قوي فمش هتقدر انك تخالف القوانين دي لان قوتك هتكون ملهاش لازمه. وبرضه لازم اشرح لكم حاجه، مستويات العالم الاعلى هم مرحله الانسان الخالد وجنود خالدين وجنرالات خالدين وقائد الخالد وملك خالد وخالد عظيم ومرحله خالد السماوي وخالد ملك امبراطوري وزعيم العالم الخالد، دول هم الترتيبات من المرتبه الاقل للمرتبه الاعلى. وبنلاقي بعدين الشيطان نزل ليو ومعاه حبل وبيقول هو تشانج لسه خايف مني ولا ايه؟ وبيقوم رابط يو وبيقول يبقى هعمل التصبيره لحد لما يخرج. فبنلاقي بعدها الشيطان بيقول لنفسه انا حاسس ان في حاجه غلط، الموضوع شكله سهل زياده عن اللزوم، زمان المفروض يجي لما كل ديت يحصل ودولت برضه هيقفوا في طريقي لما احاول اهرب، هي ديت ممكن تكون خطته، شكلي كنت هقع فيها. انت بقى عايز تستخدم تلاميذك علشان تهجم عليا من غير ما اخد بالي؟ انا مش غبي زي ما انت فاكر، فكره انه يعمل فخ زي ده معناها انه خايف مني. وبيقوم قايل لها انا عارف ان تشانج مستخبي هنا، روحوا هاتوه ولو ما عملتوش كده فانا هاكل البنت ديت قدامكم في قضمه واحده. فبنلاقي يو بتقول لهم ما تروحوش انا هموت ولا هتسلموا تشانج ليه. فبنلاقي سو بتقول للشيطان تقدر تاكلني انا بدلها، ديت مجرد حيوان شيطاني في عالم الروح الناشئه، انا في مستوى التحول وكمان عندي مستوى صقل كويس وقوي ونقي. فبيستعد الشيطان ياكل يو وبيقول لها انت مفكره انك هتتحكي عليا ولا ايه؟ وفي نفس الوقت ديت بيظهر اشعار لتشانج ان في حد من اتباعه في خطر مميت. وبنلاقي في نفس الوقت ديت طاقه بتظهر في المكان وبيظهر تشانج وبيضرب الشيطان وبيمسك يو بيقول لها ما تخافيش انا هنا، خدي راحتك من النوم دلوقتي، انت عملتي اللي عليكي، انا هخلص على الكلب ده.
بيكون الشيطان عايز انه يهجم عليه، بس بالله تشانج بيمسكه من شعره وبيبدا يغزقه في الارض يمين وشمال لحد ما بيتقطع حرفيا. فبيتعصب الشيطان وبيكون عايز انه ياكل تشانج، بس تشانج بيهين الشيطان وبيفضل يضرب فيه. وبيكون الشيطان مستغرب من القوه ديت كلها وشايف انه مش قادر يقاوم خالص، ولسه هيفكر في طريقه تنجده، بس بيبلع بوكس كده بيلزقه في الارض. وبعدها بيحول تشانج باستخدام مهارات التقنيات الحيه بتاعته كل اللي حواليه لحبوب، وده علشان لو انتم مش فاهمين فمهاره كل الكائنات الحيه دي بتحول اي شيء لحبوب حرفيا. المهم يعني بعد ما بيحول كل اللي حواليه لحبوب بيبلعها للشيطان على طول، وبنلاقي تشانج بيقول انا كنت بفكر في طريقه علشان اخد نقاط كبيره في وقت قصير، كويس انك جيت لي بنفسك. وبيفضل يبلعه في الاكسير لحد ما مستواه بيزيد، وفي نفس الوقت ده قوه القوانين بتكون استشعرت وجود روح شريره، فبيخاف كل اللي موجودين من اللي بيحصل علشان تشانج بيقوي الشيطان. وفعلا بيبدا الشيطان مستواه يزيد، هو بيكونش فاهم تشانج جاب الوحشيه دي كلها منين. وبعدها بنلاقي الشيطان خلاص وصل للمستوى التاسع، وديت اخر حاجه يقدر انه يوصل لها، غير كده هيموت. وبيقوم بعدها مخلص على الشيطان وبياخد 300,000 نقطه. فيا ترى اللي هيحصل بعد كده في حكايه تشانج واللي هيعمله بال 300,000 نقطه دول؟ ده اللي هنعرفه في القسم اللي جاي من الحكايه. وكالعاده معنا سؤال للفيديو ده، واللي هيجاوب صح حط تعليقه في بدايه الفيديو الجاي. كم نقطه كانت مع تشانج قبل ما يحصل على 300,000 نقطه الاخرانيين؟ وبس، كان معكم جنرو، اشوفكم في مقاطع جايه ان شاء الله. عايزين نوصل المقطع ده لاكثر من 5,000 لايك النهارده. في رعايه الله وحفظه.